وغير هذا غادي يشري غالي وهذا غادي يشري. لا اختك الا كنتي انت بغيت تستعمل اندرويد يعني عندك تبغي شي حاجه تخدم بها الاندرويد راه تايجر وان بيلين غادي يخدم لك في الاندرويد. ولو انه اي واحد كيفهم في الساتيليت غادي يقول لك فرق ما بين الساتيليت والاندرويد ما تشركهمش بجوج، شري الساتيليت وشري التي في بوكس. هذا الا كنتي كتخدم بالتي في بوكس. ما رأيك في جهاز المعالج ام لوجيك؟ هل تستحق الاقتناء مثل تايجر وان بيلين ام اكتفي بجهاز معالج الي 29 مثل ستارسات 220 واقيلا بغيتي تقول 4K؟ وهل اداؤه في صوتيات ممتاز؟ لاني ساشتري جهاز انا محتار بينهم، ارجو النصيحه منك. يعني انا شوف انا غادي نجاوبك انني غادي نجاوب راسي داكو. دونك بالنسبه لي انا استعملت ستارسات 220 ومول 200 تقريبا، مختلفين غير مدة الاشتراك، واستعملت التايجر وان بيلين. التايجر وان بيلين في الاندرويد، وبالنسبة لي انا ما تنحمش الاندرويد مع الساتيليت، هذه اول حاجة، لان داك المشكل ديال لانشر دائما غيكون عندك، دائما غيكون عندك المشكل ديال لانشر، لان الاندرويد هذا هو مشكلته. زايد الام لوجيك نقدروا نقولوا بانه شوية الاندرويد كيصدق في الهاي سيليكون ماشي في الام لوجيك، هما غيخدم فيهم جوج ولكن كيصدق في الهاي سيليكون احسن من الام لوجيك. بالنسبه انا غنخلي الاندرويد ابار، بالنسبه للساتيليت راه غيعطوك نفس النتيجه، غير هذا غتشري غالي والاخر عالي 26 61 غتشري رخيص، يعني لا طرتي غتشري ب 800 درهم 850 حتى 900 درهم، في حين التايجر غتفوت 1200 1300 داكو. هذه اول حاجه. بالنسبه للصوتيات غتلقى شويه الدعم عند تايجر، علاش؟ لان كاين دعم عندهم تيديروا هذوك الخليج وداك الشيء تيديروا هذوك الصوتيات، يعني ماشي الخليج وانما الفرق الداعمه عندهم دعم. هادو ستارسات والاطوم شويه دعم عيان، هذا مشكل غير دعم، يعني الفريق هو اللي ما كيدعمش هو اللي ما كيطلبش هذا الشيء، واش فهمتيني؟ هذا هو المشكل اللي كاين. بالنسبه للسيرفور بحال اللي في هذا في هذا، يعني انا بالنسبه ليا الا ما كنتش باغي نخسر الفلوس راه غادي ناخذ هذاك تايجر وان بنين. عندك فلوس بغيتي تخسر شويه فلوس، يعني ما عندكش مشكل ديال الجيب، غتشري تايجر وان بنين. اما بالنسبه للنتيجه راه هذا اللي غيعطيك هذا غيعطيك هذا، راهم بحال بحال، ومول الزين حتى هو بحالك بحالو، حيت فيهم سيرفور كاملين بحال بحال السيرفور ديال فور ايفر. وغير هذا غادي يشري غالي وهذا غادي يشري. لا اختك الا كنتي انت بغيت تستعمل اندرويد يعني عندك تبغي شي حاجه تخدم بها الاندرويد راه تايجر وان بيلين غادي يخدم لك في الاندرويد. ولو انه اي واحد كيفهم في الساتيليت غادي يقول لك فرق ما بين الساتيليت والاندرويد ما تشركهمش بجوج، شري الساتيليت وشري التي في بوكس. هذه الا كنتي كتخدم بالتي في بوكس، كنتي ما كتخدمش بالتي في بوكس غير بالاندرويد هكايا دو طون زون طون هكايا كتقضي شي حاجه في الاندرويد، فتقدر تاخذ تايجر وان بيلين وتخدم به. في الساتيليت راه بحال بحال، والاخر ارخص وهذا غالي. قريب يسالي لي السيرفور، كان عندي مدمج مع الجهاز وكنفكر نجدد في اي بي باش يفتح لي الاقمار والسيرفر ابولو مزيانه هاد القضيه، ولا نشوف سيرفر بوحدو وعاد نرجع نعمر في اي بي بنفس الجهاز. زعما مادام عندك النايسات عمر في اي بي باش شي بحال دابا علي سعيد الكعبي رجع للبين سبور، انا كيعجبني داك المعلق البارح علق على الريال، دونك تقدر مره كتبغي تفرج في التعليق العربي بلا ما تدور هكا ولا هكا مزيانه. انا بالنسبه ليا مادام عندك النايسات شارجي في اي بي، فهمتيني؟ شارجي في اي بي وهني راسك. هشام واحد السؤال الله يحفظك، علاش اجهزه تايجر وماجيك غاليين عندنا؟ اتحدث عن اجهزه الهوت جام. هادو ماشي اجهزه هوت جام، اول باش نتفاهموا، هادو ماشي اجهزه هوت جام، لانه هادو بحال ملي كتقول ماجيك، الماجيك هو اتومو، الماجيك هو اتومو هو السيناتور بحال بحال بلاتي باش نقصوا من الصوت. الهوت جام قلتي بالنسبه للهوت جام، تايجر ماشي هوت جام، تايجر ماشي هوت جام، وماجيك ماشي هوت جام، والسيناتور ماشي هوت جام، هادو ماشي هوت جام، هادو هما نفس الاجهزه غير التوزيع لا ديستريبيسيون في المشرق
مختلفة علينا. أما الصنع راه هو النيت، يعني ملي كتقول الماجيك والسيناتور والأطوم والصنع هو النيت. شتي السيناتور والأطوم ونفس الكركاس، نفس الكركاس، غير هذا سميتو أطوم وهذا سميتو السيناتور، بحال بحال. غير المشرق تيفضلوا الإي بي تي في، تيديروا ليك ديك 10 سنين ديال الإي بي تي في، 5 سنين في هذا، 4 سنين في هذا، فهمتيني؟ دونك الطريقة ديال التجارة فهمتيني، واحد لا ميثود في الكوميرسيال كيعتمدوا على الإي بي تي في، بس زعما ما عمرك غادي تشترك في الاي بي تي في، دائما هما موفرين لك الاي بي تي في. واش فهمتي الله؟ طرت ونسيت الماء، انا كنعش ما عليناش. دونك فهمتيني اخويا، هادشي قلت لك اخويا. السيناتور راه بحال بحال، غير هو راه تيتحول هذاك الماجيك، راه حولوه الدراري، راه كيتحول دعم هارب، تيكونوا هذوك الفلاشات وداك الشيء فهمتيني. الدعم هارب، الدعم مزيان اه، ولكن بز علاش تيكونوا غاليين؟ لاقاش ما كيدخلوش. علاش غاليين ما كيد شوف، لان الا دخل شي واحد شي حبه ولا هذا غالبا كتكون ديوانه، يعني الا دخل حبه كتدوز حبه، الا دخل شي جوج ولا ثلاثه كتكون ديوانه. دونك هذاك الشيء كيجي ثمنه زائد لا ليفريزون، زائد الى تشدد في الديوانه، زائد الربح ديالو، داكشي اش كتلقى غالي. اما الشركه ملي كتدخل، لا كتدخل بزاف ديال الاجهزه، كديواني واحد لا كونتيتي كبيره، دونك ملي كتجي تقسم الربح عندها ما يدير، فهمتيني؟ داكشي علاش الفرق تيكون بحال هكا غالي، فهمتيني؟ كتلقى انسان شخص عادي هو اللي يدخلهم، يعني انت ممكن تكون تشوف شي واحد كيبيع في مصر ولا في شي بلاصه، هضر معاه، قاد معاه المسائل وشوف كيفاش يليفري لك السلعه. اي ليفري لك السلعه، دازت في الديوانه تبارك الله، ما دازت تمشي تعشر عليه في الديوانه، غير يعيطوا لك يقول لك اودي راه كاين واحد السلعه ديالك خصك دوز عندنا، دوز عندهم. كانت اجهزه عاديه راه سميتو كتشرح لهم شنو كاين وداكشي، وكتحاول انك تنقص من الثمن وداكشي، وكتعشر عليه وتاخذ سلعتك. مادام ماشي ممنوعه راه غتاخذ سلعتك وتجيبها، زيد عليها الربح ديالك داكشي اللي خسرتي وداده، وكتخرجها وبيعها، فهمتيني؟ الدعم تيكون الدعم صراحه، بحال دابا البريميوم، انا عندي البريميوم تيكون الدعم، يعني كاين الدعم الاخوان، تي يعني كاين جروب ديالهم تيسمعوا داكشي اللي بغيتي وداكشي، وكيجمعوهم كيصيفطوهم للشينوي، كيصايب الفلاش، عاوتاني كيجي الفلاش كيعطيوك تجرب وداكشي، وهي غدا كاين شويه الدعم صحيح. واحد السيد بغى يشري اطوم اخويا، المشكل ماشي في اطوم، المشكل يقول في السيرفر فوريفر، ربما فيه المشاكل وداكشي. اما اطوم راه جهاز عادي فهمتيني، جهاز عادي. انا خدمت باطوم، وخدمت باطوم واحد وجوز، زعما الجهاز مزيان. انا بالنسبه ليا من في المغرب، يعني في الاجهزه اللي متوفر في المغرب، احسنهم هو الاطوم، هو ستار 600، فهمتيني؟